عندما لا تخرج ما تشعر به فلديك ضعف في توكيد الذات، فتسكت ثم تسكت ثم تسكت حتى يتحول ذلك السكوت وذلك الشعور إلى حقد تجاه زميلك، فتخسر خسارتان، خسارة الصحبة وخسارة مالك. والسبب بسيط جدا، أنك لم تعبر عما تشعر به. ما انتشرت ثقافة النميمة والغيبة في بعض اللقاءات والمجتمعات وربما الوظائف إلا بسبب أن الإنسان في خاطر الشيء على مديره أو على زميله أو على عمه أو على أخوه الكبير، لكنه لا يستطيع أن يقوله عند ضعف في توكيد الذات، فيتوجه بدل أن يواجهه إلى التمتمة والأحاديث الجانبية والنميمة والغيبة. يتجاوزك في الطابور ثم لا تتكلم، لديك مشكلة في توكيد الذات. يسخر منك فتضحك، لديك مشكلة في توكيد الذات. يخطئ عليك وتسكت، لديك مشكلة في توكيد الذات. تدخل إلى الحلاق ثم إذا انتهى من الحلاقة أعطاك سعرا مبالغا فيه فتسكت وتعطيه، ثم تخرج وتسبه بينك وبين نفسك أو عند الآخرين وهو لم يلقى منك إلا الابتسامة. أنت هنا لديك مشكلة في توكيد الذات لأنك لم تقل ولم تفعل ما تشعر به. تذهب المرأة إلى صالون التجميل وتبدأ بصبغ وجهها وتغيير شعرها، ثم يأخذون منها مبلغ كبير جدا، فإذا نظرت إلى المرآة لم يعجبها شكلها، ولكنها بداعي البرستيج تسكت ثم تذهب في بيتها إلى المغسلة وتغسل ذلك المكياج وتختلط قطرات الماء مع الدموع. هنا تصرخ وترعد وتزبد وتهدد، وهناك كانت أمام العاملة تضحك وتبتسم. إذا أنت تشعرين بهذا الشيء أختي الكريمة، لديك مشكلة في توكيد الذات. كيف يكون لدينا قدرة على أننا نواجه الآخرين دون صدام ولا عدوان ولا ظلم، وإنما بطريقة لبقة مؤدبة؟ يبقى السؤال، لماذا لا يؤكد الناس ذواتهم؟ السؤال، ليش ما تقدر تقول اللي في خاطرك؟ أولا ناخذها احنا من أسبابها القديمة، ثقافة احترام الكبير، ثقافة عربية أصيلة وإسلامية، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لكن ما حدود هذا الاحترام؟ هل حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول رأيي أمامه؟ حدود هذا الاحترام أنني لا أستطيع أن أقول لا، أن أناقشه، أن أبدي وجهة نظري، أن أعبر عن مشاعري بحضوره؟ عندما نعملق الأشخاص فنحن نقزم أنفسنا. أعطيكم بس مثال بسيط جدا، هذا الآن الريموت، هذا كبير ولا صغير؟ هذا صغير. طيب مقارنة بحبة فستق، كبير ولا صغير؟ يعتبر كبير. طيب مقارنة بالبنر، كبير ولا صغير؟ صغير. طيب حقيقته كبير ولا صغير؟ حقيقته تظهر من خلال أقارنه بماذا. فإن قارنت بما هو أصغر منه طلع كبير، وإن قارنت بما هو أكبر منه فهو صغير. أنا وأنت نفس الفكرة، عندما تقارن نفسك بكبير أنت تصغر، وعندما تقارن نفسك مع صغير فأنت تكبر. لذلك كلما عملقت الناس هبتهم ولم تستطع أن تكون قادرا على مواجهتهم. لذلك أستطيع أنا أخرج كل مشاعري على أطفالي وأقول اللي في خاطري، ربما على الخدم الذين يعملون عندي لن يشعر أن كبير هم صغار، فأقول اللي أبغى. فعندما أذهب إلى من هو أعلى مني تتقازم نفسي. فاحترام الكبير ممتاز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزل الناس منازلها، وبالتالي يعطيه قدره من الاحترام، ولكن لا يمنع هذا الاحترام ويجعلني أحتقر ذاتي وأسكت عن حقوقي ولا أطالب بواجباتي. اثنين، ثقافة الصمت. احنا نسوق للصمت ونقول الصمت كويس، وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا كلام غير صحيح. طيب أنت على كيفك تقول غير صحيح؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيش الخيار الأول؟ فليقل، يعني الخيار الأول أن واحد يتكلم، إذا ما يقدر يقول شيء زين يروح للخيار الثاني. بس مشكلتنا أن إحنا في مدارسنا وفي أماكن كثيرة نسوق للخيار الخيار الثاني. انظر إلى المدارس، من يأخذ شهادة الطالب المثالي؟ هو ذلك الذي لا يتكلم ولا يتحرك ولا يناقش ولا يعترض. أما الإنسان اللي يبدي وجهة نظره ويتكلم ويناقش ويقول يا أستاذ غلط وهذا ما يصير، أحيانا نسميه ذلك أو هذا الإنسان نسميه المزعج، ونقصيه ونبعده، ونبغينا نروح الرحلة ما نختاره لأنه بيوجع روسنا وبيغثنا، لأنه يؤكد ذاته والناس لا تحب الذي يؤكد ذاته. ثلاثة، تحجيم استحقاق الإنسان. إيش قصة استحقاق الإنسان؟ نحن ولدنا وإحنا صغار ونشعر أن هذا الكون كله حقنا، بقالتنا، مسجدنا، سيارتنا، نذهب إلى السوق نعبر بقوة أريد هذا وأبغى هذا واشتر لي هذا ويا بابا أبغى هذا، كل شيء لنا. الحلوى التي في الدكان كلها أريدها، أشعر أنني أستحقها، بل الحلوى التي في أيدي الناس أقول يا بابا عطني هذه الحلاوة،
هذا الشعور بالاستحقاق يجعل الإنسان يطلب ويطالب ويتكلم، إذا جاع يبكي، إذا غضب يصرخ، إذا تضايق يزمجر، عنده قدرة على إبداء مشاعره. إيش نسوي إحنا في التربية؟ نبدأ نصغر هذا الكون حقه، حدود حقوق نصغرها، لا يا بابا غلط، لا غلط، لا غلط، إلين مساكين يشعر أنه لا يملك من هذا الكون إلا أشبار صغيرة، إلى درجة أن زميلك لو مد حلاوة له فإن ابنك ربما ينظر إليك ويقول بابا أخذها، بعد أن كان يريد الحلوى التي في أيدي الناس أصبح لا يجرؤ أن يأخذ الحلوى التي تهدى إليه. ليش؟ لأننا إحنا حجمنا وحجرنا واسعا فيما يتعلق بحقوق وما يشعر الأبناء تجاهها. صح أنه غلط أنه يبغى كل شيء، بس أيضا ليس من العدل أن نحرمه أو نشعره بحرمانه من كل شيء. غبت عن أحد الأبناء، عن أبنائي في بيتي لمدة 3 أسابيع. في الأسبوع الثالث تحدثني زوجتي فتقولي زوجتي أبشرك ولدي يمدحونه خواله، حتى المدرسة يمدحونه. والله يا جماعة بهذا اللفظ قلت له أحسن الله عزاك في شخصية ولدك. قالت ليش؟ قلت احنا من نمدح؟ نمدح اللي نحركه بالريموت كنترول، نمدح الطفل الغير طبيعي. من هو الطفل الغير طبيعي؟ اللي ساكت ولا يبغى شيء، واذا قالوا من يجيب كذا هو اول واحد يقمز يجيب، واذا عطوه ياكل، واذا قالوا له قم قام، واذا قالوا له اجلس جلس. هذا ولد غير طبيعي، هذا ولد فيه مشكله. فقلت احسن الله عزاءك في قوه شخصيه الولد. صح عيالنا اذا ربيناهم على توكيد الذات قويت شخصيتهم وصعبت تربيتهم، وإذا ضعفنا توكيد ذاتهم سهلت تربيتهم لكن صعبت حياتهم. اللي ما عنده توكيد ذات مشكلته أولا في الدين. شوف لما ما يكون عندك توكيد ذات ما تقدر تقول اللي في خاطرك، فأنت قطعا ستعطل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله عز وجل يقول حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. إذا سكت في الشيء صاير ما تكلمت أنت مثلهم، عندما لا تنكر ولا تذكر ولا تحاول ولا تقاوم ولا تقوم ولا تغير ولا تأمر ولا تنهى ولا تعبس ولا تظهر أي شيء على وجهك ولا على ألفاظك، إنكم إذن مثلهم، أنت مثلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يكون في مقام في مجلس لله فيه مقال، لازم يتكلم، فيه ذنب صاير، فيه مشكلة صايرة، فيه خطأ صاير، يكون في مقام لله فيه مقال ثم لا يتكلم، يسكت. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة يا عبدي لما لم تتكلم في يوم كذا وكذا؟ فيقول يا ربي خشيت الناس، ودي بس خفت، ضعف في توكيد الذات، ضعف الشخصية. فيقول الله عز وجل له الله أحق أن تخشى. فضعف توكيدك لذاتك يؤثر حتى في دينك، ضعف تقديرك لذاتك يؤثر عليك حتى في عملك. لما أنت إنسان لا تستطيع أن تقول لا فأنت ستقول نعم دائما، ومن قال نعم دائما للآخرين قال لأهدافه وحياته لا، لأن معظم وقته وجهده مصروف إلى الناس وليس إلى حياته، ومن سعى لأهداف غيره ترك السعي إلى أهداف نفسه.